حين وصل سعيد إلى مشارف حيفا قادماً إليها بسيارته عن طريق القدس، أحس أن شيئاً ما ربط لسانه، فالتزم الصمت، وشعر بالأسى يتسلقه من الداخل، وللحظة واحدة راودته فكرة أن يرجع، ودون أن ينظر إليها كان يعرف أنها آخذة بالبكاء الصامت، وفجأة جاءه صوت البحر تماماً كما كان، كلا لم تعد إليه الذاكرة شيئاً فشيئاً، بل انهالت في داخل رأسه كما يتساقط جدار من الحجارة ويتراكم بعضه فوق بعض. لقد جاءت الأمور والأحداث فجأة وأخذت تتساقط فوق بعضها وتملأ جسده، وقال لنفسه أن صفية زوجته تحس الشيء ذاته وأنها لذلك تبكي. منذ أن غادر رام الله في الصباح لم يكف عن الكلام ولا هي كفت، كانت الحقول تتسرب تحت نظره عبر زجاج سيارته، وكان الحر لا يطاق، فقد أحس بجبهته تلتهب تماماً كما الإسفلت يشتعل تحت عجلات سيارته، وفوقه كانت الشمس، شمس حزيران الرهيب تصب قار غضبها على الأرض. طوال الطريق كان يتكلم ويتكلم ويتكلم، تحدث إلى زوجته عن كل شيء، عن الحرب وعن الهزيمة وعن بوابة مندلبوم التي هدمتها الجرارات، وعن العدو الذي وصل إلى النهر والقناة ومشارف دمشق خلال ساعات، وعن وقف إطلاق النار والراديو ونهب الجنود للأشياء والأثاث ومنع التجول، وابن العم الذي في الكويت يأكله القلق، والجار الذي لما أغراضه وهرب، والجنود الثلاثة الذين قاتلوا وحدهم يومين على تلة تقع قرب مستشفى أوغستا فيكتوريا، والرجال الذين خلعوا بالذاتهم وقاتلوا في شوارع القدس، والفلاح الذي أعدموه لحظة رأوه قرب أكبر فنادق رام الله. وتحدثت زوجته عن أمور كثيرة أخرى. طوال الطريق لم يكفا عن الحديث، والآن حين وصلا إلى مدخل حيفا صمتا معا، واكتشفا في تلك اللحظة أنهما لم يتحدثا حرفا واحدا عن الأمر الذي جاء من أجله. هذه هي حيفا إذن بعد 20 سنة. ظهر يوم 30 من حزيران عام 1967، كانت سيارة الفيت الرمادية التي تحمل رقما أردنيا أبيض تشق طريقها نحو الشمال عبر المرج الذي كان اسمه مرج ابن عامر قبل 20 سنة، وتتسلق الطريق الساحلي نحو مدخل حيفا الجنوبي. وحين عبر الشارع ودخل إلى الطريق الرئيسي انهار الجدار كله، وضاعت الطريق وراء ستار من الدموع، ووجد نفسه يقول لزوجته صفية: هذه هي حيفا يا صفية. وأحس المقود ثقيلا بين قبضتيه اللتين أخذتا تنضحان العرق أكثر من ذي قبل، وخطر له أن يقول لزوجته: إنني أعرفها حيفا هذه، ولكنها تنكرني. ولكنه غير رأيه، فقبل قليل فقط كانت فكرة قد خطرت له وقالها لزوجته: أتعرفين؟ طوال 20 سنة كنت أتصور أن بوابة مندلبوم ستفتح ذات يوم، ولكن أبداً أبداً لم أتصور أنها ستفتح من الناحية الأخرى. لم يكن ذلك يخطر لي على بال، ولذلك فحين فتحوها هم بدا لي الأمر مرعباً وسخيفاً وإلى حد كبير مهيناً تماماً. قد أكون مجنوناً لو قلت لك أن كل الأبواب يجب أن لا تفتح إلا من جهة واحدة، وإنها إذا فتحت من الجهة الأخرى فيجب اعتبارها مغلقة لا تزال، ولكن تلك هي الحقيقة. والتفت إلى زوجته إلا أنها لم تكن تسمع، كانت منصرمة إلى التحديق نحو الطريق، تارة إلى اليمين حيث كانت المزارع تمتد على مدى البصر، وتارة إلى اليسار حيث كان البحر الذي ظل بعيدا أكثر من 20 سنة يهدر على القرب. وقالت فجأة: لم أكن أتصور أبدا أنني سأراها مرة أخرى. وقال: أنت لا ترينها، إنهم يرونها لك. وعندها فقدت أعصابها، كان ذلك يحدث للمرة الأولى. وصاحت فجأة: ما هذه الفلسفة التي لم تكف عنها طوال النهار؟ الأبواب والرؤية وأمور أخرى، ماذا حدث لك؟ ماذا حدث لي؟ قالها لنفسه وهو يرتجف، ولكنه تحكم بأعصابه وعاد يقول لها بهدوء:
لقد فتحوا الحدود فور أن أنهوا الاحتلال فجأة وفورا. لم يحدث ذلك في أي حرب في التاريخ. أتعرفين الشيء الفاجع الذي حدث في نيسان 1948؟ والآن بعد لماذا؟ لسواد عينيك وعيني؟ لا، ذلك جزء من الحرب. إنهم يقولون لنا تفضلوا، انظروا كيف أننا أحسن منكم وأكثر رقيا، عليكم أن تقبلوا أن تكونوا خدما لنا معجبين بنا. ولكن رأيت بنفسك، لم يتغير شيء. كان بوسعنا أن نجعلها أحسن بكثير. إذن لماذا أتيت؟ ونظر إليها بحنق فصمتت. كانت تعرف، فلماذا تسأل؟ وهي التي قالت له أن يذهب، فطوال 20 سنة تجنبت الحديث عن ذلك. 20 سنة ثم ينبثق الماضي كما يندفع البركان. وحين كان يقود سيارته وسط شوارع حيفا كانت رائحة الحرب ما تزال هناك بصورة ما، غامضة ومثيرة ومستفزة، وبدت له الوجوه قاسية ووحشية. وبعد قليل اكتشف أنه يسوق سيارته في حيفا دون أن يشعر بأن شيئا في الشوارع قد تغير. كان يعرفها حجرا حجرا ومفرقا وراء مفرق. فلطالما شق تلك الطرق بسيارته الفورد الخضراء موديل 1946. إنه يعرفها جيدا، والآن يشعر بأنه لم يتغيب عنها 20 سنة، وهو يقود سيارته كما كان يفعل، كما لو أنه لم يكن غائبا طوال تلك السنوات المريرة. وأخذت الأسماء تنهال في رأسه كما لو أنها تنفض عنها طبقة كثيفة من الغبار. وادي النسناس، شارع الملك فيصل، ساحة الحناطير، الحليص، الهدار، واختلطت عليه الأمور فجأة. ولكنه تماسك وسأل زوجته بصوت خافت: حسنا، من أين نبدأ؟ ولكنها ظلت صامتة، وسمع صوتها الخافت يبكي بما يشبه الصمت. وقدر لنفسه العذاب الذي تعانيه، وعرف أنه لا يستطيع معرفة العذاب على وجه الدقة، ولكنه يعرف أنه عذاب كبير. ظل هناك 20 سنة، وأنه الآن ينتصب عملاقا لا يصدق في أحشائها ورأسها وقلبها وذاكرتها وتصوراتها، ويهيمن على كل مستقبلها. واستغرب كيف أنه لم يفكر أبدا بما يمكن أن يعنيه ذلك العذاب، وبمدى ما هو غارق في تجاعيد وجهها وعينيها وعقلها. وكم كان معها في كل لقمة أكلتها، وفي كل كوخ عاشت فيه، وفي كل نظرة رمتها على أولادها وعليه وعلى نفسها. والآن ينبثق ذلك كله من بين الحطام والنسيان والأسى، ويأتي على ركام الهزيمة المريرة التي ذاقها مرتين على الأقل في حياته. وفجأة جاء الماضي حادا مثل سكين. كان ينعطف بسيارته عند نهاية شارع الملك فيصل، فالشوارع بالنسبة له لم تغير أسماءها بعد، متجها نحو التقاطع الذي ينزل يسارا إلى الميناء، ويتجه يمينا نحو الطريق المؤدي إلى وادي النسناس، حين لمح مجموعة من الجنود المسلحين يقفزون على المفترق أمام حاجز حديدي. وحين كان يرمقهم بطرف عينيه صدر صوت انفجار ما من بعيد، وعقبته طلقات رصاص، وفجأة أخذ المقود يرتجف بين يديه وكاد أن يرطم الرصيف. وتماسك في اللحظة الأخيرة، وشهد صبيا يعدو عبر الطريق. وعندها جاء الماضي الراعب بكل ضجيجه، ولأول مرة منذ 20 سنة تذكر ما حدث بالتفاصيل، وكأنه يعيشه مرة أخرى. صباح الأربعاء 21 نيسان عام 1948. كانت حيفا مدينة لا تتوقع شيئا، رغم أنها كانت محكومة بتوتر غامض. وفجأة جاء القصف من الشرق من تلال الكرمل العالية، ومضت قذائف الموتر تطير عبر وسط المدينة لتصب في الأحياء العربية. وانقلبت شوارع حيفا إلى فوضى، واكتسح الرعب المدينة التي أغلقت حوانيتها ونوافذ بيوتها. كان سعيد في قلب المدينة حين بدأت أصوات الرصاص والمتفجرات تملأ سماء حيفا. كان قد ظل حتى الظهر غير متوقع أن يكون ذلك هو الهجوم الشامل. وعندها فقط حاول للوهلة الأولى أن يعود إلى البيت بسيارته،
إلا أنه ما لبث أن اكتشف استحالة ذلك، فمضى عبر شوارع فرعية محاولاً اجتياز الطريق إلى الحليصة حيث يقع منزله. إلا أن القتال كان قد اتسع، وصار يرى الرجال المسلحين يندفعون من الشوارع الفرعية إلى الرئيسية وبالعكس، وكانت تحركاتهم تسير وفق توجيهات بمكبرات الصوت تنبثق هنا وهناك. وبعد لحظات شعر سعيد أنه يندفع دون ما اتجاه، وأن الأزقة المغلقة بالمتاريس أو بالرصاص أو بالجنود إنما تدفعه دون أن يحس نحو اتجاه وحيد. وفي كل مرة كان يحاول العودة إلى وجهته الرئيسية منتقياً أحد الأزقة، كان يجد نفسه كأنما بقوة غير مرئية يرتد إلى طريق واحد، ذلك هو المتجه نحو الساحل. كان قد تزوج قبل عام وأربعة أشهر من صفية، واستأجر بيته الصغير في تلك المنطقة التي حسب أنها ستكون أوفر أمناً، وفجأة يشعر الآن بأنه لا يستطيع الوصول إليه. كان يعرف أن زوجته الصغيرة لا تستطيع أن تتدبر أمرها، فمنذ أن جاء بها من الريف لم تعتد أن تقبل العيش في المدينة الكبيرة أو أن تكيف نفسها مع ذلك التعقيد الذي كان يبدو راعبا لها وغير قابل للحل. ترى ما الذي يمكن أن يحدث لها الآن؟ كان ضائعا تقريبا، ولم يكن يعرف على وجه التعيين أين يحدث القتال وكيف، وفي كل حدود علمه أن الإنجليز كانوا ما زالوا يسيطرون على المدينة، وأن الأحداث في شكلها النهائي كان مقدراً لها أن تقع بعد 3 أسابيع تقريباً، حين يشرع البريطانيون في الانسحاب حسب الموعد الذي حددوه. ولكنه فيما كان يسارع الخطوة كان يعرف تماماً أن عليه أن يتجنب المناطق المرتفعة المتصلة بشارع هيرتزل، حيث كان اليهود يتمركزون منذ البدء. ومن ناحية أخرى كان عليه أن يبتعد عن المركز التجاري الذي يقع بين حارة الحليصة وبين شارع اللمبي، فقد كان ذلك المركز نقطة القوة في السلاح اليهودي. وهكذا اندفع محاولا الدوران حول المركز التجاري كي يصل إلى الحليصة، وكانت أمامه طريق تنتهي بوادي النسناس وتمر عبر المدينة القديمة. وفجأة اختلطت عليه الأمور وتشابكت الأسماء، الحليصة، وادي رشمي، البرج، المدينة القديمة، وادي النسناس. شعر أنه ضائع تماما، وأنه فقد وجهة سيره. كان القصف قد اشتد، ورغم أنه كان بعيدا بعض الشيء عن مراكز الإطلاق، إلا أنه استطاع أن يميز جنودا بريطانيين يسدون بعض المنافذ ويفتحون منافذ أخرى، ويبدو أنه بصورة ما وجد نفسه في المدينة القديمة، ومنها اندفع كأنما بقوة لا يعرفها نحو جنوب شارع ستانتون، وكان يعرف الآن أنه يبعد أقل من 200 متر عن شارع الحلحول، وبدأ يشم رائحة البحر. وعندها فقط تذكر خلدون الصغير، ابنه الذي أتم في ذلك اليوم بالذات شهره 5، وانتابه فجأة قلق غامض. ذلك هو الشيء الوحيد الذي ما زال يحس بطعمه تحت لسانه، حتى في هذه اللحظات التي تبعد 20 سنة عن المرة الأولى التي حدث فيها ذلك. هل كان يتوقع تلك الفجيعة؟ الأمور هنا تختلط، الماضي يتداخل مع الحاضر، وهما يتداخلان مع أفكار وأوهام وتخيلات ومشاعر 20 سنة لاحقة. هل كان يعرف؟ هل أحس ذلك الشيء الفاجع قبل أن يحدث؟ أحياناً يقول لنفسه بلى، عرفت ذلك قبل أن يحدث، وأحياناً أخرى يقول لنفسه لا، أنا أتصور ذلك بعد أن حدث، لم يكن من المتوقع أن أتوقع شيئاً مروعاً من ذلك النوع. كان المساء قد بدأ يخيم على المدينة، ليس يدري كم من الساعات أمضى وهو يركض في شوارعها مرتداً من شارع إلى شارع. أما الآن فقد بات واضحاً أنهم يدفعونه نحو الميناء، فقد كانت الأزقة المتفرعة عن الشارع الرئيسي مغلقة تماماً، وكان إذ يحاول الاندفاع في أثرها ليتدبر أمر عودته إلى بيته يزجرونه بعنف، وأحياناً بفوهات البنادق وأحياناً بحرابها. كانت السماء ناراً تتدفق بأصوات رصاص وقنابل وقصف بعيد وقريب، وكأنما هذه الأصوات نفسها كانت تدفعهم نحو الميناء.
ورغم أنه كان غير قادر على التركيز على أيما أمر معين، إلا أنه رأى كيف بدأ الزحام يتكاثف مع كل خطوة. كان الناس يتدفقون من الشوارع الفرعية نحو ذلك الشارع الرئيسي المتجه إلى الميناء، رجالا ونساء وأطفالا، يحملون أشياء صغيرة أو لا يحملون، يبكون أو يسبحون داخل ذلك الذهول الصارخ بصمت كسيح. وضاع بين أمواج البشر المتدفقة وفقد القدرة على التحكم بخطواته. إنه ما يزال يتذكر كيف أنه كان يتجه نحو البحر وكأنه محمول وسط الزحام الباكي المذهول، غير قادر على التفكير في أي شيء. وفي رأسه كان ثمة صورة واحدة معلقة كأنما على جدار، زوجته صفية وابنه خلدون. لقد مضت اللحظات بطيئة وقاسية وتبدو الآن مجرد كابوس ثقيل لا يصدق. اجتاز البوابة الحديدية للميناء حيث كان جنود بريطانيون يزجرون الناس، ومن هناك رأى أكوام البشر تتساقط فوق الزوارق الصغيرة المنتظرة في الماء قرب الرصيف. ودون أن يعرف ماذا يجب عليه أن يفعل، قرر ألا يصل إلى الزوارق. وفجأة كمن أصيب بالجنون أو كمن عاد إليه عقله دفعة واحدة بعد جنون طويل، استدار وسط الزحام وأخذ يدفعه محاولا بكل ما فيه من قوة مستنزفة أن يشق طريقه وسطه عكسه نحو البوابة الحديدية، مثل من يسبح ضد سيل هادر ينحدر من جبل شديد العلو. أخذ سعيد يشق طريقه بكتفيه وذراعيه وساقيه ورأسه، يجره التيار خطوات إلى الوراء فيعود ويتقدم مندفعا بشيء من الوحشية، مثل حيوان طريد يشق طريقا مستحيلا في دغل كثيف متشابك. وفوقه كان الدخان والعويل ودوي القنابل وزخات الرصاص تمتزج أصواتها بالصراخ وهدير البحر وزحف الخطوات الضائعة وضرب المجاذيف في سطح الموج. هل حقا مضى على ذلك كله 20 سنة؟ كان العرق يتصبب باردا على جبين سعيد وهو يقود سيارته صاعدا المنحدر. لقد أحس أن تلك الذاكرة لن تعود بهذا الصخب المجنون الذي لم يكن لها إلا لحظات حدوثها. ومن طرفي عينيه نظر إلى زوجته، كان وجهها مشدودا أميل إلى الاصفرار، وكانت عيناها تتدفقان بالدموع. قال لنفسه لا ريب أنها تستعيد خطواتها ذلك اليوم ذاته، حين كان هو أقرب ما يكون إلى البحر وكانت هي أقرب ما تكون إلى الجبل، وبينهما يمد الرعب والضياع خيوطهما غير المرئية فوق مستنقع من الصراخ والخوف والمجهول. كانت كما قالت له أكثر من مرة في السنوات الماضية تفكر به، وحين دوى الرصاص وانطلق الناس يقولون أن الإنجليز واليهود أخذوا يكتسحون حيفا، راودها خوف يائس. كانت تفكر به عندما جاءت أصوات الحرب من وسط المدينة حيث تعرف أنه هناك، وكانت تشعر أنها أكثر أمناً فالتزمت البيت فترة. وحين طال غيابه هرعت إلى الطريق دون أن تدري على وجه التحديد ما الذي كانت تريده. في البدء كانت تطل من الشباك ومن الشرفة، وكأنها شعرت الآن أن الأمر قد تغير تماماً، إذ بدأت النار تنهمر بغزارة بدءاً من الظهر من التلال الواقعة فوق الحليصة، وأحست أنها محاصرة كلياً. وعندها فقط أخذت تعدو نازلة الدرج واندفعت على طول الطريق نحو الشارع الرئيسي، وكان استعجالها لرؤيته قادما يختصر خوفها عليه وقلقها من المصير المجهول الذي كان يحمل 1000 احتمال مع كل رصاصة تطلق. وحين وصلت إلى أول الطريق أخذت تراقب السيارات المندفعة بسرعة، وقادتها خطواتها من سيارة إلى أخرى ومن رجل إلى آخر تسأل دون أن تحصل على جواب. وفجأة رأت نفسها في موج الناس يدفعونها وهم يندفعون من شتى أرجاء المدينة في سيلهم العرم الجبار الذي لا يمكن رده، كأنها محمولة على نهر متدفق مثل عود من القش. كم مضى من الوقت قبل أن تتذكر أن خلدون الطفل ما زال في سريره في الحليصة؟ ليست تتذكر تماماً، ولكنها تعرف أن قوة لا تصدق سمرتها في الأرض،
فيما أخذ السيل الذي لا ينتهي من الناس يمر حولها ويتدافع على جانبي كتفيها وكأنها شجرا انبثقت فجأة في مجرى سيل هائل من الماء، وارتدت هي الأخرى تدفع ذلك السيل بكل قوتها، وأمام عجزها وتعبها أخذت تصرخ بكل ما في حنجرتها من قوة، ولم تكن كلماتها الطائرة في ذلك الزحام الذي لا ينتهي لتصل إلى أي أذن. لقد رددت كلمة خلدون 1000 مرة، 1000000 مرة، وظلت شهورا بعد ذلك تحمل في فمها صوتا مبحوحا مجروحا لا يكاد يسمع. وظلت كلمة خلدون نقطة واحدة لا غير، تعوم ضائعة وسط ذلك التدفق اللانهائي من الأصوات والأسماء. وكانت على وشك السقوط وسط الأقدام حين سمعت كمن يحلم صوتا ينبثق من الأرض ويناديها باسمها، وحين رأت وجهه وراءها يتفصد بالعرق والغضب والإرهاق أحست ذهول الفاجعة أكثر من أي وقت مضى، واكتسحها حزن يشبه الطعنة التي ملأتها بطاقة من العزم لا حدود لها، وقررت أن تعود بأي ثمن. ولربما أحست بأنها لن تستطيع إلى الأبد النظر إلى عيني سعيد أو تلمسها، وفي أعماقها شعرت أنها على وشك أن تفقد الاثنين معاً، سعيد وخلدون. فمضت تشق طريقها بكل ما في ذراعيها من قوة وسط الغاب الذي كان يسد في وجهها طريق العودة، محاولة في الوقت نفسه أن تضيع سعيد الذي أخذ دون أن يعي ينادي صفية تارة وينادي خلدون تارة أخرى. هل مضت أجيال وأزمنة قبل أن تحس بكفيه القويتين المتيبستين تشدان على ذراعيها؟ وفجأة نظرت في عينيه وأحست بشيء يشبه الشلل يسقطها على كتفه كخرقة بالية لا قيمة لها، وحولهما مضت سيول البشر تتقاذفهما من جهة إلى أخرى وتدفعهما أمامها نحو الشاطئ، ولكنهما لم يكونا بعد قادرين على الإحساس بأي شيء. وفقط حين عومهما الرذاذ المتطاير من تحت خشب المجاديف ونظر إلى الشاطئ حيث كانت حيفا تغيم وراء غبش المساء وغبش الدموع. طوال الطريق من رام الله إلى القدس إلى حيفا ظل يتحدث عن كل شيء، لم يكف قط عن الحديث، ولكنه حين وصل إلى أول بيت غليم ربط الصمت لسانه، وها هو الآن في الحليصة يسمع أصوات عجلات سيارته تسير مثلما كانت دائما، وكان النبض الصعب لقلبه المتوثب يضيعه بين الفينة والأخرى. لقد تضاءلت 20 سنة من الغياب، وها هي الأمور تعود فجأة عودة تتناول عشاءه ورأى يده تقف تلقائيا بين الصحن وبين فمه، ونظر نحوها بعد برهة فرآها تستدير كي لا يقرأ شيئا في عينيها، ثم قال لها نذهب إلى حيفا؟ لماذا؟ وجاءه صوتها خافتا، نرى بيتنا هناك، فقط نرى. وأعاد لقمته إلى الصحن وقام، فوقف أمامها كان رأسها يتكئ على صدرها كمن يريد أن يعترف بذنب غير متوقع، فوضع أصابعه تحت ذقنها فإذا بعينيها تنضحان بدموع غزيرة، فسألها بحنب، صفية لماذا تفكرين؟ وهزت رأسها موافقة دون أن تقول شيئا، فقد عرفت أنه يعرف، وربما كان هو الآخر يفكر طوال الوقت بذلك وينتظرها أن تبادئ الأمر كي لا تشعر بأنها كما كانت تشعر دائما هي التي ارتكبت تلك الفجيعة التي شجرت في قلبيهما معا، فهمس بصوت مبحوح، خلدون؟ واكتشف على التو أن ذلك الاسم لم يلفظ قط في تلك الغرفة منذ زمن طويل، وأنهما في المرات القليلة التي تحدثا عنه كان يقولان هو، بل أنهما تجنبا تسمية أي من أولادهما الثلاثة بذلك الاسم، وإن كانا قد أطلقا على أكبرهما اسم خالد وعلى البنت التي أنجباها بعد ذلك بعام ونصف خالدة، بل أن أولادهما لم يعرفا قط أن لهما أخا اسمه خلدون، وهو نفسه ينادونه أبا خالد، وأصدقاءه القدامى اتفقوا على القول بأن خلدون قد مات، فكيف للأمور أن تندفع من الباب الخلفي على هذه الصورة الفريدة؟ وظل سعيد واقفا هناك وكأنه نائم في مكان بعيد،
إلا أنه التقط نفسه بعد هنيها وأخذ يخطو عائدا إلى طاولته، وقبل أن يجلس قال لها: أوهام يا صفية أوهام، لا تتركي لنفسك أن تخدعك على هذه الصورة المحزنة. أنت تعرفين كم سألنا وكم حققنا، وتعرفين قصص الصليب الأحمر ورجال الهدنة والأصدقاء الأجانب الذين بعثناهم إلى هناك. لا لا أريد الذهاب إلى حيفا، إن ذلك ذل، وهو إن كان ذلا واحدا لأهل حيفا فبالنسبة لي ولك هو ذلان. لماذا نتعب أنفسنا؟ وأخذ صوت نشيجها يعلو شيئا فشيئا، ولكنها التزمت الصمت وأمضيا تلك الليلة دون ما كلمة يستمعان معا إلى أصوات الأحذية العسكرية تقرع الطرق، وإلى الراديو يظل يعطي الأوامر. وحين مضى إلى فراشه كان يعرف في أعماقه أن لا فرار، وأن الفكرة التي كانت هناك طوال 20 سنة قد ولدت ولا سبيل إلى دفنها من جديد. ورغم أنه كان يعرف أن زوجته لم تنم وأنها أمضت كل ذلك الليل تفكر في الأمر نفسه، إلا أنه لم يبادلها أي كلمة. وفي الصباح قالت له بهدوء: إذا أردت أن تذهب فخذني معك، لا تحاول يا سعيد أن تذهب وحدك. وهذه المرة قاطعته وهو في منتصف الطريق، فقد قرر في الليل أن يذهب وحده، وها هي تكتشف قراره من تلقائها وتمنعه. وظل الأمر كله معلقا في سقف أيامهما ولياليهما طوال أسبوع، يأكلانه مع طعامهما ويعلكانه وينامان معه، ولكنهما لم يتكلما حوله أبدا. وليلة أمس فقط قال لها: لنذهب غدا إلى حيفا، نتفرج عليها على الأقل وقد نمر قرب بيتنا هناك. أنا أعرف أنهم سيصدرون قريبا قرار يمنع ذلك كله، فحساباتهم لم تكن صحيحة. وصمت قليلا وليس يدري إن كان راغبا حقا في تغيير الموضوع، إذ سمع نفسه يمضي في كلام آخر: في القدس ونابلس وهنا يتحدث الناس كل يوم عن نتائج سياراتهم إلى يافا وعكا وتل أبيب وحيفا وصفد وقرى الجليل، كلهم يقولون كلاما متشابها، ويبدو أن أفكار كل منهم كانت أحسن مما رأوا بأم أعينهم. جميعهم عادوا يحملون خيبة كبيرة، إن المعجزة التي يتحدث عنها اليهود لم تكن إلا وهما. في البلد هنا ردة الفعل سيئة جدا، وهو عكس ما أرادوه حين فتحوا حدودهم أمامنا. لذلك فأنا أتوقع يا صفية أن يلغوا ذلك القرار قريبا جدا، وهكذا قلت لنفسي: لماذا لا نقتنص الفرصة ونذهب؟ وحين نظر إلى صفية رآها ترتجف، وشهد وجهها يميل بوضوح للإصفرار، فخرج من الغرفة إذ أحس هو الآخر بدموع حارقة تسد حلقه. ومنذ تلك اللحظة لم يكف اسم خلدون عن الدق في رأسه تماما، مثلما كان قبل 20 سنة حين سمعه يدق المرة تلو الأخرى فوق الزحام المتدفق أمام مياه الميناء الباكية. ولا شك أنه كان كذلك بالنسبة لصفية، وقد تحدثا طوال الطريق عن كل شيء إلا عن خلدون. وقرب بيت غاليم فقط التزما الصمت، وها هما الآن ينظران صامتين إلى الطريق التي يعرفانها جيدا، والملتصقة في رأسيهما كقطع من لحمهما وعظامهما. ومثل ما كان يفعل قبل 20 سنة تماما، خفف سرعة سيارته إلى حدها الأدنى قبل أن يصل إلى ذلك المنعطف الذي كان يعرف أن سفحا صعبا يكمن وراءه، وانعطف بسيارته كما كان يفعل دائما، وتسلق السفح محتفظا بالموقع الصحيح في الطريق الذي أخذ يضيق. وكانت أشجار السرو الثلاث التي تنحني قليلا فوق الشارع قد مدت أغصانا جديدة، ورغب أن يتوقف لحظة كي يقرأ على جذوعها أسماء محفورة منذ زمن ويكاد يتذكرها واحدا واحدا، ولكنه لم يفعل. وليس يدري كيف حدث الأمر، ولكنه بصورة ما تذكر حين مر قرب باب يعرفه شخصا من بيت الخوري كان يسكن هنا، وكانت عائلته تمتلك بناية كبيرة جنوب طريق ستانتون قرب شارع الملوك. وفي تلك البناية يوم الفرار تمترس المقاتلون العرب وقاتلوا حتى آخر رصاصة وربما آخر رجل. وقد مر قرب تلك البناية حين كان يندفع نحو الميناء بقوة تفوقه مقدرة، وتذكر الآن بالضبط أنه هناك وهناك فقط. سقطت عليه الذاكرة كما لو أنه ضرب بحجر، وهناك بالضبط تذكر خلدون وانقبض قلبه يومها قبل 20 سنة.
وما زال والآن يزداد نبضه قوة حتى كاد أن يسمعه. وفجأة أطل المنزل، المنزل ذاته ذلك الذي عاش فيه ثم عيشه في ذاكرته طويلا، وها هو يطل بمقدمة شرفاته المطلية باللون الأصفر. ولوهلة خيل إليه أن صفية شابة وذات شعر مجدل طويل ستطل عليه من هناك. كان حبلا جديدا للغسيل قد دق على وتدين خارج الشرفة وتدلت منه قطع بيضاء وحمراء لغسيل جديد. وفجأة أخذت صفية تبكي بصوت مسموع، أما هو فقد انحرف إلى اليمين وترك عجلات سيارته تصعد الرصيف الواطئ، ثم أوقف السيارة في المكان الذي لها كما كان يفعل تماما منذ 20 سنة. تردد سعيد هنيها فقط وهو يطفئ محرك سيارته، ولكنه كان يعرف في أعماقه أنه لو ترك نفسه يتردد فترة أطول لانتهى الأمر ولا عاد فحرك سيارته عائدا أدراجا. وهكذا جعل الأمر لنفسه ولزوجته يبدو طبيعيا للغاية، كما لو أن 20 سنة الماضية وضعت بين مكبسين جبارين وسحقت حتى صارت ورقة شفافة لا تكاد ترى. نزل من السيارة وصفق وراءه بابها وأخذ يرفع حزامه وهو ينظر نحو الشرفة تاركا المفاتيح تخشخش في راحته دون ما اكتراث. ودارت زوجته حول السيارة ووقفت إلى جانبه، إلا أنها لم تكن بارعة مثله. أمسك بذراعها وأخذ يقطع بها الشارع، الرصيف، البوابة الحديدية الخضراء، الدرج، وبدأ يصعدان دون أن يترك لنفسه أو لها فرصة النظر إلى الأشياء الصغيرة التي كان يعرف أنها ستخضه وتفقده اتزانه. الجرس ولاقطة الباب النحاسية وخربشات أقلام الرصاص على الحائط وصندوق الكهرباء والدرجة الرابعة المكسورة من وسطها وحاجز السلم المقوس الناعم الذي تنزلق عليه الكف، وشبابيك المصاطب ذات الحديد المتصالب والطابق الأول حيث كان يعيش محجوب السعدي، وحيث كان الباب يظل مواربا دائما والأطفال يلعبون أمام الدار دائما ويملؤون الدرج صراخا، إلى الباب الخشبي المغلق المدهون حديثا والمغلق بإحكام. وضع إصبعه على الدرج وهو يقول بصوت خافت لصفية: غيروا الجرس. وسكت قليلا ثم تابع: والاسم طبعا. واغتصب ابتسامة غبية وشد يده فوق يدها وأحس بها باردة ترتجف. ووراء الباب سمع صوت خطوات تجر نفسها ببطء وقال لنفسه: شخص عجوز بلا شك. وقرقع المزلاج بصوت مكتوم وببطء انفتح الباب. ها هي ذي، ليس يدري إن كان قال ذلك بصوت مسموع أو قاله لنفسه كمن يتنفس الصعداء، ولكنه ظل واقفا مكانه لا يعرف ماذا يتوجب عليه أن يقول، ولام نفسه لكونه لم يحضر جملة يبدأ بها رغم أنه فكر طويلا في أن لحظة كهذه لابد آتية. وتكرك في مكانه ناظرا إلى صفية كمن يستنجد، فتقدمت أم خالد خطوة إلى الأمام وقالت: هل نستطيع أن ندخل؟ ولم تفهم المرأة العجوز السمينة بعض الشيء، والقصيرة والتي كانت تلبس ثوبا أزرق منقطا بكريات بيضاء، فأخذ سعيد يترجم إلى الإنجليزية، وعندها انفرجت أسارير العجوز المتسائلة ووسعت من الطريق حتى دخلا، ثم أخذت تسير أمامهما نحو غرفة الجلوس، وتبعها سعيد وبجانبه صفية وبخطوات مترددة وبطيئة، وأخذا يميزان الأشياء بشيء من الدهشة. لقد بدا له المدخل أصغر قليلا مما تصوره وأكثر رطوبة، واستطاع أن يرى أشياء كثيرة اعتبرها ذات يوم، وما يزال أشياءه الحميمية الخاصة التي تصورها دائما ملكية غامضة مقدسة لم يستطع أيا كان أن يتعرف عليها أو يلمسها أو أن يراها حقا. ثمة صورة للقدس يتذكرها جيدا وما تزال معلقة حيث كانت حين كان يعيش هنا، وعلى الجدار المقابل سجادة شامية صغيرة كانت دائما هناك أيضا. وأخذ يخطو ناظرا حواليه مكتشفا الأمور شيئا فشيئا أو دفعة واحدة كمن يصحو من إغماء طويل. وحين صار في غرفة الجلوس استطاع أن يرى مقعدين من أصل 5 مقاعد هما من الطقم الذي كان له، أما المقاعد الثلاثة الأخرى فقد كانت جديدة وبدت هناك فضة وغير متسقة مع الأثاث.
وفي الوسط كانت الطاولة المرصعة بالصدف هي نفسها، وإن كان لونها قد صار باهتاً. وفوقها استبدلت المزهرية الزجاجية بأخرى مصنوعة من الخشب، وفيها تكومت أعواد من ريش الطاووس كان يعرف أنها 7 أعواد. وحاول أن يعدها وهو جالس في مكانه، إلا أنه لم يستطع، فقام واقترب من المزهرية وأخذ يعدها واحدة واحدة. كانت 5 فقط. وحين استدار عائدا إلى مكانه، رأى أن الستائر قد تغيرت، وأن تلك التي اشتغلتها صفية قبل 20 سنة بالصنارة من الخيوط السكرية اللون قد اختفت من هناك، واستبدلت بستائر ذات خطوط زرقاء متطاولة. ثم وقع بصره على صفية فرآها محتارة تنقب بعينيها في زوايا الغرفة وكأنها تعد الأشياء التي تفتقدها. وكانت المرأة السمينة العجوز تجلس أمامهما على ذراع أحد المقاعد تنظر إليهما وهي تبتسم ابتسامة لا معنى لها. وأخيرا قالت دون أن تجعل تلك الابتسامة تفر: منذ زمن طويل وأنا أتوقعكما. كانت لغتها الإنجليزية بطيئة وذات لكنة أقرب إلى الألمانية، وتبدو إذ تتلفظ بها كما لو أنها تنتشل كلماتها من بئر غبار سحيقة الغور. وانحنى سعيد إلى الأمام وسألها: هل تعرفين من نحن؟ وهزت رأسها بالإجابة عدة مرات لتزيد الأمر تأكيدا، وفكرت قليلا كي تنتقي كلماتها، ثم قالت ببطء: أنتما أصحاب هذا البيت وأنا أعرف ذلك. كيف تعرفين؟ جاء السؤال من سعيد وصفية في وقت واحد. وزادت العجوز في ابتسامتها ثم قالت: من كل شيء، من الصور، من الطريقة التي وقفتما بها أمام الباب. والصحيح أنه منذ أن انتهت الحرب جاء الكثيرون إلى هنا وأخذوا ينظرون إلى البيوت ويدخلونها، وكنت أقول كل يوم أنكما ستأتيان بلا شك. وفجأة بدت محتارة وأخذت تنظر حواليها إلى الأشياء الموزعة في الغرفة وكأنها تراها لأول مرة. ودون أن يقصد أخذ سعيد ينظر إلى حيث تنظر وينقل بصره حيث تنقل بصرها، وفعلت صفية الشيء ذاته. وقال سعيد لنفسه: يا للغرابة، 3 أزواج من العيون تنظر إلى شيء واحد، ثم كم تراه مختلفاً. وسمع صوت العجوز وقد صار خافتاً وأشد بطئاً: أنا آسفة، ولكن ذلك ما كان، لم أفكر قط بالأمر كما هو الآن. وابتسم سعيد بمرارة ولم يعرف كيف يقول لها أنه لم يأتي من أجل هذا، وأنه لن يشرع في نقاش سياسي، وأنه يعرف أن لا ذنب لها. لا ذنب لها؟ لا، ليس بالضبط، كيف يشرح لها ذلك؟ إلا أن صفية وفرت عليه همه إذ سألت بصوت بدا بريئاً بصورة مريبة فيما أخذ هو يترجم: من أين جئت؟ من بولونيا. متى؟ في 1948. متى بالضبط؟ أول آذار. وخيم صمت ثقيل، وأخذوا جميعاً ينظرون إلى حيث لم يكن من المهم لهم أن ينظروا. وقطع سعيد الصمت قائلاً بهدوء: طبعاً نحن لم نجئ لنقول لك اخرجي من هنا، ذلك يحتاج إلى حرب. وشدت صفية على يده كي لا يمضي في الحديث فانتبه وعاد يحاول الكلام مقترباً من الموضوع: أقصد أن وجودك هنا في هذا البيت، بيتنا نحن، بيتنا أنا وصفية، هو موضوع آخر. جئنا فقط ننظر إلى الأشياء، هذه الأشياء لنا، ربما كان بوسعك أن تفهمي ذلك. فقالت بسرعة: أفهم، ولكن. وفجأة فقد أعصابه: نعم، ولكن هذه اللكن الرهيبة المميتة الدامية. وسكت تحت وطأة نظرات زوجته وشعر بأنه لن ينجح أبدا في الوصول إلى مقصده، ثمة ارتطام قدري لا يصدق وغير قابل للتجاهل، وهذا الذي يجري هو مجرد حوار مستحيل. وللحظة رغب في أن يقوم ويمضي، فلم يعد يهمه أيما شيء، ليكن خلدون حياً أو ميتاً لا فرق. فحين تصل الأمور إلى هنا فليس ثمة ما يمكن أن يقال. وانتابه غضب مهيض ومر، وأحس أنه على وشك أن يتفجر من الداخل، وليس يدري كيف سقط نظره على تلك الريشات 5 من ذيل الطاووس التي كانت مزروعة في الإناء الخشبي وسط الغرفة،
ورآها تتحرك بألوانها الفذة الرائعة التي لا تصدق مع هبوب نسمة من الهواء دخلت من النافذة المفتوحة. وفجأة سأل بفظاظة وهو يشير إلى المزهرية: كان هنا 7 ريشات، ماذا حدث للريشتين المفقودتين؟ نظرت العجوز إلى حيث أشار وعادت فنظرت إليه متسائلة، وكان ما يزال يمد ذراعه باتجاه المزهرية ويحدق فيها مطالبا بالجواب، وكان الكون كله يقف على رأس لسانها. نهضت من مكانها واقتربت نحو المزهرية وأمسكتها كما لو أنها تفعل ذلك لأول مرة، ثم قالت ببطء: لست أدري أين ذهبت الريشتان اللتان تتحدث عنهما، ذلك شيء لا أستطيع أن أتذكره، ربما كان دوف قد لعب بهما وضيعهما بعد ذلك حين كان صغيرا. دوف؟ قالاها معا سعيد وصفية ووقفا وكأن الأرض قذفتهما إلى فوق وأخذا متوترين ينظران نحوها، فمضت تقول: أجل دوف، ولست أدري ماذا كان اسمه، وإن كان يهمك الأمر فهو يشبهك كثيرا. الآن بعد 2 ساعة من حديث متقطع يمكن إعادة ترتيب الأمور من جديد. إذن ماذا حدث في تلك الأيام القليلة التي امتدت بين ليل الأربعاء 21 نيسان 1948، حين غادر سعيد حيفا على متن زورق بريطاني دفع إليه دفعا مع زوجته وقذفه بعد 1 ساعة على شاطئ عكا الفضي، وبين يوم الخميس 29 نيسان 1948، حين فتح رجل من الهجنة معه رجل عجوز له وجه يشبه الدجاجة باب منزل سعيد في الحليصة، ووسع الطريق أمام إفلات كوشن وزوجته القادمين من بولونيا ليدخلا إلى ما صار منذ ذلك اليوم منزلهما المستأجر من دائرة أملاك الغائبين في حيفا. لقد وصل إفراد كوشن إلى حيفا برعاية الوكالة اليهودية قادماً إليها مع زوجته من ميناء ميلانو الإيطالي في وقت مبكر من شهر آذار. كان قد غادر وارسو مع قافلة صغيرة في أوائل 1947، وأسكن في منزل مؤقت يقع في ضواحي ذلك المرفأ الإيطالي الذي كان آنذاك يضج بحركة غير عادية. وفي أوائل آذار نقل بحراً مع عدد من الرجال والنساء إلى حيفا. كانت أوراقه معدة تماماً وحملته شاحنة صغيرة مع أشيائه القليلة عبر الميناء الصخب المليء بالجنود البريطانيين والعمال العرب والبضائع عبر شوارع حيفا المتوترة والتي كانت تدوي فيها طلقات نارية متقطعة بين الفينة والأخرى إلى الهادار، حيث أسكن في غرفة صغيرة من بناء مزدحم بالسكان. وتبين لإفراد كوشن بعد فترة أن جميع الغرف في البناء يشغلها مهاجرون جدد ينتظرون هناك نقلهم إلى أمكنة أخرى فيما بعد، وليس يدري إن كانوا قد أطلقوا عليه اسم نزر المهاجرين وهم يرتقون كل ليلة لتناول العشاء، أم أن ذلك الاسم كان معروفا قبلهم وأنهم استعملوه فقط. وربما كان قد نظر عدة مرات من شرفته إلى الحليصة، إلا أنه لم يكن يعرف على الإطلاق أو حتى يخمن أنه سيجري إسكان هناك. وفي الواقع فإنه كان يعتقد أنه حينما تسوى الأمور فسينتقل إلى بيت ريفي هادئ على سفح تلة ما في الجليل. كان قد قرأ قصة لصوص في الليل لآرثر كوسلر حين كان في ميلان أعاره إياها رجل قادم من بريطانيا ليشرف على عملية التهجير، وعاش فترة من الزمن في تلك التلال الجليلة التي جعلها كوسلر مسرحاً لروايته. وفي الحقيقة فإنه لم يكن ليعرف الكثير آنذاك عن فلسطين، وبالنسبة له كانت مجرد مسرح ملائم لأسطورة قديمة. ما يزال يحتفظ بنفس الديكور الذي كان يراه مرسوماً في الكتب الدينية المسيحية الملونة المخصصة لقراءة الأطفال في أوروبا، إلا أنه بالطبع لم يكن يصدق تماماً أن تلك الأرض كانت مجرد صحراء أعادت الوكالة اليهودية اكتشافها بعد 2000 سنة. ومع ذلك فلم يكن هذا هو أكثر ما كان يهمه آنذاك، وقد وضع في ذلك النزل وكان هناك شيء اسمه الانتظار، وقد اعتنقه هماً يومياً مثلما فعل بقية أولئك الذين كانوا معه.
وربما لأنه سمع أصوات الرصاص منذ أن خرج من ميناء حيفا في نهاية أول أسبوع من آذار 1948، فإنه لم يفكر كثيراً في أن شيئاً مرعباً كان يحدث آنذاك، وهو على كل حال لم يقابل شخصاً عربياً في حياته كلها، بل إنه صادف أول عربي في حيفا نفسها بعد احتلالها بحوالي عام ونصف العام، وقد جعله ذلك الأمر يحتفظ طوال الأيام الحرجة بصورة فريدة وغامضة عما كان يجري حقاً، صورة أسطورية جاءت ملائمة تماماً لما كان يتصوره في وارسو وفي ميلانو طوال 25 سنة من عمره. ولذلك كانت المعارك التي يسمع أصواتها ثم يقرأ أخبارها في باليستيان بوست كل صباح إنما تجري بين بشر وأشباح ليس إلا. أين كان بالضبط يوم الأربعاء 21 نيسان 1948؟ في الوقت الذي كان سعيد ضائعاً بين شارع اللمبي وحارة حلول، وكانت زوجته صفية تندفع من الحليصة نزولاً على حافة المركز التجاري وباتجاه شارع ستانتون، لم يعد من الممكن الآن تذكر الأمر تماماً بتفاصيله، ومع ذلك فإنه يذكر أن الهجوم الذي بدأ صباح الأربعاء ظل مستمراً حتى ليل الخميس، وصباح الجمعة فقط في 23 نيسان 1948 تأكد تماماً أن الأمر في حيفا قد انتهى وأن الهجنة سيطرت على الموقف كلياً، وهو لم يعرف بالضبط ماذا حدث على وجه الدقة. لقد بدأ القصف من الهادار وتكومت التفاصيل لديه من الراديو ومن أخبار القادمين بين الفينة والأخرى ممتزجة بصورة تستعصي على الاستيعاب، إلا أنه كان يعلم أن الهجوم الشامل الذي بدأ صباح الأربعاء قد انطلق من 3 مراكز، وأن الكولونيل موشي كراماتيل كان يضع يده في تلك اللحظة على 3 كتائب يحركها من هادار الكرمل ومن المركز التجاري، وأن واحدة من هذه الكتائب كان عليها أن تكتسح الحليصة فالجسر فوادي رشمية نحو المرفأ، في حين تضغط كتيبة أخرى من المركز التجاري لحصر الهاربين في ممر ضيق ينتهي إلى البحر. ولم يكن إفرات يعرف على وجه التحديد مواقع هذه الأمكنة التي حفظ أسماءها من فرط التكرار، وقد كان ثمة ارتباط ما بين كلمة أرغون وكلمة وادي النسناس مما جعله يفهم أن العصابة تلك كانت مكلفة بالهجوم هناك. ولم يكن إفرات كوشن بحاجة إلى من يؤكد له أن الإنجليز مهتمون بتسليم حيفا للهجناء، فقد كان بوسعه معرفة أنهم كانوا وما زالوا يقومون بدوريات مشتركة، وقد رأى ذلك بنفسه 2 أو 3 مرات، ولا يذكر الآن كيف حصل على معلوماته عن دور البريغارد ستوكويل إلا أن ذلك بالنسبة له كان مؤكداً، وكان الهمس يدور في كل زاوية من نزل المهاجرين أن البريغارد ستوكويل إنما يرمي بثقله مع الهاجناء، وأنه في الحقيقة كتم الخبر عن موعد انسحابه ولم يسر به إلا للهاجناء، فأعطاهم ذلك عنصر المفاجأة في اللحظة المناسبة، وذلك في وقت كان يحسب فيه العرب أن تخلي الجيش البريطاني عن السلطة إنما سيتم في وقت لاحق. وظل طوال يومي الأربعاء والخميس في النزر، وكانوا كلهم قد تلقوا التعليمات بألا يغادروا المكان، ويوم الجمعة بدأ بعضهم يخرجون إلا أنه لم يخرج من النزر حتى صباح السبت، وأدهشه للوهلة الأولى أنه لم يجد سيارة، لقد كان سبتاً يهودياً حقيقياً، وابتعث ذلك شيئاً من الدموع في عينيه لسبب لا يستطيع تفسيره، وحين رأته زوجته كذلك فوجئ بها تقول له والدموع في عينيها إنني أبكي لشيء آخر، إنه سبت حقيقي، ولكن لم يعد ثمة جمعة حقيقية هنا ولا أحد حقيقي. ذلك كان مجرد البداية، فللمرة الأولى منذ جاءت زوجته أمامه باختصار شيئاً مقلقاً لم يكن يحسب حسابه ولم يفكر فيه، وفجأة أخذت آثار الدمار التي بدأ يلاحظها شكلاً جديداً ومعنى آخر، ولكنه رفض بينه وبين نفسه أن يجعل من ذلك مبعثاً جاداً للقلق أو حتى للتفكير، على أن الأمر لم يكن كذلك لمريام زوجته،
إذ أنها تغيرت تماماً ذلك اليوم. وجاء التغير حين شهدت وهي تدور قرب كنيسة بيت لحم في الهادار شابان من الهجنا يحملان شيئاً ويضعانه في شاحنة صغيرة كانت واقفة هناك، واستطاعت في لحظة كانخطاف البصر أن ترى ما يحملانه، فأمسكت بذراع زوجها وصاحت وهي ترتجف: انظر! إلا أن زوجها حين نظر حيث كانت تشير لم يرى شيئاً. كان الشابان يمسحان كفيهما على طرفي قميصيهما الكاكيين. وقالت زوجته: كان طفلا عربيا ميتا، وقد رأيته مكسوا بالدم. وأخذها زوجها إلى الرصيف الآخر وسألها: كيف عرفت أنه طفل عربي؟ ألم تر كيف ألقوه في الشاحنة كأنه حطب؟ لو كان يهوديا لما فعلوا ذلك. وأراد أن يسألها لماذا، إلا أنه لحظ وجهها وصمت. كانت مريم قد فقدت والدها في أوشفيتس قبل ذلك ب8 سنوات، وقبل ذلك حين دهموا المنزل الذي كانت تعيش فيه مع زوجها ولم يكن عند ذلك فيه، التجأت إلى جيران كانوا يسكنون فوق منزلها، ولم يجد الجنود الألمان أحدا، إلا أنهم في طريق نزولهم على السلم صادفوا أخاها الصغير قادما إليها. كان عمره 10 سنوات، وقد جاء آنذاك ليخبرها أغلب الظن أن والدها قد سيق إلى المعتقل وأنه صار وحده، إلا أنه حين رأى الجنود الألمان استدار وأخذ يعدو هاربا. وقد استطاعت أن ترى ذلك عبر تلك الكوة الضيقة التي تتيحها المسافة الصغيرة المتروكة بين مجموعة السلالم، ومن هناك شهدت كيف أطلق عليه الرصاص. وحين عاد إفرات كوشن مع مريم إلى نزل المهاجرين، كانت مريم قد قررت العودة إلى إيطاليا، ولكنها لم تفلح طوال تلك الليلة ولا في الأيام القليلة التي أعقبت ذلك اليوم في إقناع زوجها بذلك. وكانت دائما تخسر النقاش بسرعة ولا تستطيع إيجاد الكلمات التي تعبر عن رأيها وتشرح حقيقة دوافعها، إلا أن الأمور عادت فتغيرت بعد ذلك بأسبوع واحد. فقد عاد زوجها من زيارة لمكتب الوكالة اليهودية في حيفا بخبرين مفرحين: لقد أعطي بيتا في حيفا نفسها، وأعطي مع البيت طفلا عمره 5 شهور. مساء يوم الخميس 22 نيسان عام 1948، سمعت تورا زونشتاين المرأة التي كانت تسكن مع ابنها الصغير بعد أن طلقها زوجها في الطابق الثالث بالضبط فوق بيت سعيد صوت بكاء طفل واه منطلق من الطابق الثاني. ورغم أنها لم تصدق في بادئ الأمر ما ذهبت إليه أفكارها، إلا أنها تحركت من مكانها بعد أن استطال البكاء الواه ونزلت إلى الطابق الثاني وأخذت تقرع الباب. وأخيراً اضطرت إلى تحطيم الباب، وكان الطفل في سريره منهكاً تماماً، فحملته إلى بيتها. كانت تورا تحسب أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه بعد فترة وجيزة، إلا أن ذلك الحسبان ما لبث أن سقط بعد 2 يوم حين اكتشفت أن الأمر يختلف تماماً عما كانت تحسب. ولم يكن من المعقول الاستمرار بالاحتفاظ بالصبي، فحملته إلى الوكالة اليهودية في حيفا وهي تتصور أن شيئاً ما يمكن أن يقام به لحل تلك المشكلة. وهكذا فقد كان من حظ إفرات كوشن أن جاء بعد ذلك بفترة وجيزة إلى مكتب الوكالة اليهودية. وحين تبين المسؤولون هناك من أوراقه أنه لم ينجب أولاداً، عرضوا عليه بيتاً في حيفا نفسها كامتياز خاص إن هو قبل بتبني الطفل. ولم يكن هذا العرض إلا مفاجأة مدهشة لإفرات الذي كان يتحرق لتبني الطفل بعد أن تأكد كلياً من أن مريم غير قادرة على الإنجاب، بل إنه مضى إلى حد اعتبار الأمر كله بمثابة هبة إلهية لا تكاد تصدق تأتي بخيراتها دفعة واحدة، إذ لا شك أن طفلاً يعطى لمريم سيجعلها تتغير تماماً وتكف عن ذلك الشيء الغريب الذي بات ينتاب أفكارها منذ رأت الطفل العربي القتيل يلقى في شاحنة الموت كقطعة خشب رخيصة. وكان ذلك اليوم يوم خميس 30 نيسان 1948، عندما دخل إفرات كوشن وزوجته مريم برفقة موظف من الوكالة اليهودية له وجه يشبه الدجاجة، ويحمل طفلاً عمره 5 شهور إلى بيت سعيد في الحليصة. أما سعيد وصفية فقد كانا في ذلك اليوم بالضبط يبكيان معاً.
بعد أن عاد سعيد للمرة الثالثة فاشلاً عاجزاً عن الدخول إلى حيفا لينام بعد قليل مرهقاً ممزقاً شبه غائب عن الوعي من فرط التعب في الغرفة التي كانت صفاً سادساً بمدرسة المعارف الثانوية مقابل جدار السور الذي يحمي سجن عكا الشهير على الشاطئ البحر الغربي.